أتت من مستوى الرأس ويفتح الباب أمام تساؤل: هل كانت نيراناً صديقة؟ ولم يكتفي سياسي جبهة الإنقاذ والأذرع الإعلامية باتهام الإخوان بقتل أبو ضيف فحسب، بل أرادت أن تبرئ الداخلية ومن حرض على اقتحام القصر، فكان لها السبق في ابتكار فكرة أن الضحية تقتل نفسها. قتلوهم الذين أرسلوهم. إذن لماذا يحاكم مرسي؟ هزلية المشهد عند الاتحادية لا تقل عن هزلية المحاكمة. والله هو اللي حصل النهارده اسمه مسخرة، انك تحاكم رئيس الجمهورية اللي اتقتله 8 او 9 من انصاره قدام الاتحادية. النيابة حذفت من ملف القضية اوراق 8 ممن سقطوا قتلى. الثمانية اللي استبعدوهم دول عشان مقدمين محاضر رئيسية باسماء الناس اللي هم بيشكوا فعلا متأكدين ان هم دول ورقة يعني بزويهم. هو القانون اذا